السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم حول طريقة توصيل الدائرة الكهربائية لمضخة مياه موصولة ببالون به بريسوستا أو منظم لتشغيل وإيقاف هذه المضخة بشكل أوتوماتيكي. إذن هذه الدائرة تتكون من ديجونكتور ثلاث فازات ونوتر وديجونكتور أحادي الطور لدائرة التحكم وكونتاكتور عليه أوبرلود لحماية المضخة، بالإضافة إلى بريسوستا مركبة على البالون وبطبيعة الحال إلى مضخة مياه. طريقة توصيل هذه الدائرة: نبدأ أولا بدائرة الطاقة، وهي أخذ الفازات الثلاثة من الديجونكتور وتوصيلهم في الكونتاكتور في المداخل 1 3 5. إذن هذا الفاز الأول سأقوم بتركيبه في الكونتاكتور في المدخل 5، وهذا الفاز الثاني نركبه في المدخل رقم 3، وهذا الفاز الثالث نركبه في الرقم 1. إذن نغذي مضخة المياه بهذه الفازات من مخرج الأوفرلود من الأرقام 2 4 6. إذن في هذا المثال فهذه المضخة تشتغل بكوبلاج إطوال. أما بالنسبة لدائرة التحكم فنوصل أولا الكونتاكتور بالسلك المحايد أو سلك النتر في الأ 1، وهي أحد مداخل وشيعة الكونتاكتور التي تعمل بجهد 220 فولت. بعد ذلك نأخذ أحد أسلاك الطور ونوصله بديجونكتور دائرة التحكم. مخرج هذا الديجونكتور نذهب به إلى المفتاح المغلق في الأوفرلود الذي يحمل الرقم 95 96، ومن هذا المفتاح نأخذ سلك الطور ونوصله في البريسوستا، ومن البريسوستا إلى المدخل الثاني للوشيعة أي الـA2 في الكونتاكتور. يمكن التحكم في نسبة ضغط المياه بالبالون من خلال تدوير بورغي موجود على البريسوستا. إذن وهكذا يتم توصيل الدائرة الكهربائية لمضخة مياه موصولة ببريسوستا أو منظم تشغيل.